رمضان انا لا ما بغيت حتى شي يدي زاح منين في الطبله الله يرحم باك. ملي كتعرض على شي تتولي البروتوكول تتولي الشيكي وتتقول اش بغا ياكل اش ما بغا ياكل ندير ليه الحلوه وما بغا الحلوه ندير ليه هذه لا لا والو كل يبقى في دارو حجر يسدو صافي راه قلت لك ضروري زعما ونقولوا مثلا خالد النقري لا نجات نعيطوا على غاندي ونعرض على التازي عبد الرحمن التازي تا واحد انا ما بغيت نعرض على تا واحد راه الا عرضت على الوزاره بيتزاد عليك عرفتي شخص الوزير خصك توجد ليه راه خصك دير الوزير بعدا ما تجيش بوحدو ايوا خصو يجي مع الشيفور ويجي مع المدير الديوان ديالو وكذا وداك الشيء اذن حنا هنا في البروتوكول في رمضان لا ما بغيت نمشي عند واحد حيت رمضان صعيب تمشي نمشي حتى للدار اش بغيت نعاون كي ندير ما نعرفش كاع الا بغيت نعاون ما نعرفش اش بغيت ندير بغيت نخسر داك الشيء نقدر نزيد الملحان نزيد نقص الملحان ايوا ولا المره الله لا يختها انت احمقها ونعاود ندير انا الضيف صافي لا الضيف اخويا العام الجاي الله يعز العيال الله يعز العيال الله يعز العيال رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير وتهلاو في صحتكم وتهلاو في سيدي بابا رمضان وصليوا الوقات فوقيتهم ووليداتكم في العيد الصغير شريو لهم الحويجات اش قلت لكم الحويجات شريوهم اليوم عندكم تغفلوا على وليداتكم تبارك الله عليكم واش مبروكه من الصباح حتى الدروكه.